بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرة أخرى في قناتي جراد أولي. اليوم نستعرض معكم إن شاء الله آيفون 11. سعر الجهاز 2248 ريال. اشترينا مع برضه هذا غلاف للحماية، هذا ب 22 ريال. نتأكد على السريع. في معه برضه هذا باقي حامل الشاشة. هذا سعره بستة ريال. طيب نفتح الجهاز مع بعض ونشوف. بسم الله. هذا كرتون. ما شاء الله تبارك الله. هذا الصندوق، هذا الجهاز، وهذا كيبل الشحن. هذه التعليمات، هذا الدبوس، وهذا لصق معروف زي ما عودتنا أبل دايما. طيب زي ما انتم شايفين للأسف لا يوجد شاحن معه، وهذا برضو الكيبل يستخدم للسماعة، ما في منفذ للسماعة. طبعا مواصفات الجهاز، حجم البطارية 3111 امبير، في كاميرا خلفية وامامية، منفذ لايتنج لون اخضر، الشاشة LCD تقنية 4G، طبعا ما في 5G. الذاكرة في هذا 64 جيجا. سنة الصنع 2020. كاميرا الاساسية 12 ميجا بكسل زائد 12 ميجا بكسل، هذه الثنتين. المعالج A13 بايونيك. سرعة المعالج 2065. وزن الجهاز 154. الشاشة 6.1 بوصة، ومقاوم للماء ومقاوم للغبار. بسم الله. نشغل الجهاز ونشوف. بسم الله. تصميم الجهاز، هذا زر التشغيل، هذا زر الصامت اعتقد، اي زر الصامت، وهذا زرار رفع الصوت، وهذا الكاميرتين زي ما انتم شايفين، وفلاش. ما في زر طبعا. هذا هو الجهاز ما شاء الله تبارك الله. هذه التطبيقات اللي فيه، وهذا الويدجت والبطارية. هذه تقنية الكاميرا طبعا.
طبعا هذا فيس اي دي لو تعرف على الوجه، هذه ميزة. هذه تطبيقات المنزل، اختصارات، تحديد الموقع، تطبيقات معروفة طبعا من قبل، ما هي معروفة يعني. وهذه بيجز وكينوت، هذه المكتبية، هنا بعض الأدوات، البوصلة والقياس والحاسبة، الكاميرا يقول لك تعرف فيها، تعرف العمق والأبعاد، عرفت، ممكن تقيس يعني مسافات بالكاميرا. طيب هذا اي موفي معروف، جراج باند، هذه الويدجت معروفة، فيس تايم يدعم فيس تايم طبعا زي ما شايفين، التقويم، الصور، الكاميرا، الكاميرا فيها بانوراما، بورتريه، فيديو، حركة بطيئة، معروفة طبعا، كاميرا محسنة أيضا. وهذا الزر الأخضر زي ما أنتم عارفين، النور الأخضر هذا، إذا الكاميرا شغالة يشتغل، معروفة، هذه حركة جديدة من أبل. تذكيرات الساعة، الخرائط، أب ستور، تطبيق صحتي برضه. هذا بس يبغى الإعدادة، تطبيق صحتي غني عن التعريف، معروف. هذه الإعدادات اللي يبغى يشوف، يدعم فيس اي دي للتعرف على الوجه، وهذه الإعدادات كانت سهلة. هذه مواصفات الجهاز، نظام التشغيل 15.4، ايفون 11، سعته طبعا 64 جيجا بايت زي ما قلت من اول، واي فاي، بلوتوث، البرامج الثابتة. بس هذا الجهاز باختصار، شوفوا ما شاء الله، شريحة طبعا، الشريحة شريحة نانو اس اي ام. بس هذا باختصار فتح صندوق واستعراض الجهاز.